اختبار نهائي بعد. خطير 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 اليوم. كل انسان في الدنيا ربي خلقه وجعله عنده هدف في الحياة، وانا هذا هو الهدف متاعي في الحياة. لا عادي. بين ايه ولا عادي؟ شو المشكله يعني؟ يصير ولا ما يصير؟ وش المشكله؟ الله يعينك. في لحظات نحتاج نكسر فيها كل مفروض. لا ما يرضى. وكل الاعراف والقوانين. هذه معش حق. معش حق لكن مجبر. احنا مجبرين. نحتاج نؤمن. اساليني وانا اجاوبك اسئله واضحه وانا اجاوبك. نحتاج نشوف. والله مو مجبر اني اكتب بس هذا الكلام اللي انا عندي. نحتاج نصدق. انا من الناس ما لف ادور معاك ولا بدي اكذب. حتى لو مشينا في درب ما نعرف نهايته وين. لكن ما يرضون الناس. وفي لحظات ما نحتاج نعرف فيها شو اللي قاعد يصير. هو تلخبط؟ انا تلخبط. ليه؟ وفي لحظات بنشوف فيها مستقبل اكيد. بيجي ان شاء الله. ان شاء الله قبل ما تروح بيجي. وفي لحظات بتقول لنا بعد فيه اخر محاولة اخت هدى. ايه. لا معليش. واذا خلص كل شيء نحس فيه وصلنا لضعف او يأس مهما كان اي انسان عنده ولو انا في نقطع بنزيد كل شعور نحتاجه ونبغيه. الحين مر شهرين. مر شهرين يعني بين ايه ولا ويصير وما يصير. يعني عن اللي حصل وما حصل. امش في الدرب حتى لو ما عرفت وين بتوصل فيه. انا من الناس ما لف ادور معاك ولا بدي اكذب. خليه يسولف. انا امسك لسانه. لا لا لا
لا ينعن والله مو مجبر انك تسوي. من ما بيدور مشبهر أو من ما يبغي يشوف مشبهر، بس حتى لو هالسباق ترى فيه أكثر تعطرة، بريكفالد، ترانك فيرو، درواس والنشاص، وكلهم عندي لهم سؤال وجواب. ترى الشوط ممتاز ولا تدري من الأفضل في الشوط. حتى لو في خيل شفناها وحفظناها، صح ممكن نضيع بين ترشيح وخطة وسباق قد يكون مفتوح، بس بندر اليوم عنده ورقتين، موضون وترانك فيرو. كان يقول لي قبل شهر ونص، قبل في الجزء الأول من السباقات، كان يقول لي ترانك فيرو جاي ما جهز، وإنه ما أدري إيش المالك حقه كان يقول سجل. أنا قلت له ما جهز، قلت بندر حصانك زين. يقول حصاني زين وبشارك فيه بالكؤوس القوية وراح تشوفني. الحين مر شهرين وصالح لحين مصر على ترانك فيرو، وأنا صراحة ما أشوف فيها الحصان اللي يشوفه فيه. ما أقدر أقول رأيي فيه، حصان زين والله يوفقه. لو سمحت عادي قولي رأيك فيه بصراحة. هذا بتطقنا بالحلقة إذا ما كسبت. أنا الحين ورايحة غير سيدي كذا قلت له كان يوفقك، أبغى بشد الحصان وبمشي، بشد الحصان وبجي إن شاء الله على التصوير. على التصوير بإذن الله. شوف بندر، شوف أنا معك اليوم، أنا بجي أشد معك الحصان. والله استعن بارك. ها؟ استعن بارك. لأنه تدري ليش؟ سير عامسك عتيم. معك بشد معك، تعالوا هنا. يبغى فكر ما عندي شيء. الضغط علينا اليوم، انا وياك اليوم صرت انا مع التيم حقك. قلت ترانك فيرو يكسب اول شيء، الله لا يجيب الضغط. اللهم امين. والله يبعدنا عن شر. امين. بس ترى الثاني الثالث مو مقبول اليوم بندر. يا اخي انت مشكلتك تقعد تحركشني وتخليني اجي كلي انا. ليش لازم تجي كلك؟ حصانك ريته كويس عجيب وجاهز عجيب الحين، وقلت الايام بيننا والايام جت يا بندر. هاي ان شاء الله اليوم جاء. بس الويس راح عليك ثاني مرة، راح عند غربان. يا ابوي انا ما ركبته، الله يطول عمرك، انا ما ابغى الويس. العوفي راح عنك بعد. العوفي هو اللي زعلني. عند الاحمر. هو اللي زعلني العوفي والله بصراحة. حصان يبي له خيال يمسك كويس. يبي له خيال. خيال جوكي كويس عشان يمسك، لان حصان ما شاء الله تبارك الله. كملوا اليوم. كملوا خطير. بس جاك الخيال الكويس. يفرق؟ اكيد يفرق، ركابية خيال تفرق. والله ما ادري، بس في حصان عند بندر حمدان اتوقع اخر مركات جاي. والله مرشح حصانه، مرشح. حصان ريته عالي وحصان توه جاي ثالث وما له عذر، اتوقع انه زين وقاعد يعطي مؤشرات طيبه. انا رايي فيه انه ما بيقدر يفوز. هذه والله هذه، لكن احنا نتكلم على اخر شيء، فالمفروض الحين يكون هاي الحصان يعني في قمه جهوزيته. فجاء ثالث بشوط قوي يعني اليوم خطير، لان بندر يحن على هالحصان ويحن على هالحصان، بس اذا ما اجى اليوم لازم ما نتكلم عن ترانك فيرو بتاتا. شوف السبق غير، حصانه ما شاء الله عليه كل سبق يفرق، يعني 11 سابع ثالث. لكن ترانك فيرو السباق اللي راح احس شاله عند البلينك شوي يوم كان على جوه. ايوه شاله شوي. والله ما شاء الله عليك سير خطير يا عبد الله. صح عليك. والله خاف انك السنه جات تشطر الحاله وتدرب. شوف يعني لو ما كان في عند البلينك السباق اللي طاف ما كان ينشال ترانك فيرو. اليوم من اللي يشيل ترانك فيرو؟ ترانك فيرو نفسه الله سبحانه وتعالى اللي بيشيل ترانك فيرو. الله كريم. ويشيل بندر ويشيل موضون ويحطهم في اول وثاني ان شاء الله. اوه. لا ابي منك اول بس. الكرام، فتحت البوابات، اندفعت جياد وافراس المفتوح الدرجات، ثلاث سنوات فاكثر متنافسه على مسافه الميل وربع الميل. الاول ما يجيب الساهل، تحتاج وبتحتاج كل شيء يمشي في صالحك بالتفصيل الممل. واذا على ترانك فيرو الله اعلم. وما كسب تطلع من الباب اللي ورا. ما كسب منه، ما لا اشوفك ولا تشوفني ولا اعرفك ولا تشوفني. طيب بروح معك. والله ما اشيل معك انا اليوم. راكب دباب ما اشيل نفر واحد. المشكله مو هني ترى. المشكله هل ترانك فيرو بيكون عنده نفس للنهايه وهو من البدايه ماسك المقدمه؟ يقوم مليان الله يستر عليه. بالله لا اله الا الله. ما شاء الله قلت لك الله يستر عليه، ما شاء الله لا اله الا الله. شوفوا غيري يا رب. ما شاء الله عليه، الله يستر عليه ويبارك فيه عدد اشعاره ان شاء الله. حصان يقوم مليان، لكن إذا جت الأمتار الأخيرة تحس يبي أحد يشيله. يعني يا يشيل نفسه ولا واحد من اللي حوله بيشيله. في المركز الخامس مع بداية الانطلاقة، والانطلاقة المميزة صعبة صعبة، هذه الأسماء قوية، هذه الأسماء مشاهدين الكرام. والمشكلة الثانية أن اللي لخبط أفكاري هو أفكر في من بالضبط
بندر ولا شالح اللي قال؟ بإذن الله النبي يسوي شيء بإذن الله له كلمة. لا مع احترام الشديد أنا أحب الأسطبل الشريف الزاعي، لكن درواس متراجع مستواه كثير. أوكي رجع جاب رابع الأسبوع الماضي، لكن بس آخر مش غريب يعني أسبوع يعطيك أسبوعين لا. وهالنوعية من الخيل صعب نثق فيهم ترى، يعني شوفوا بس مكانه وين. آخر مشاركة شالح يتوعد يقول الوعد قدام، سمعته لكن مع الخيل هذه صعب. بس ما بيكون صعب في حالة واحدة، إذا درواس من عقب آخر راكضة المفروض صار أجهز حق اليوم بإذن الله. صح؟ تبي تشوفونه بعد الشوط تعال تخذين معي مقابلة إن شاء الله كسبان، تأخذين معي مقابلة وأضحك بعد أفتح لك فمي. وإذا خسران؟ إذا خسران الباب. وأنا اليوم شكلي بس بتم واقفة عند الباب، إلا إذا ضبطت مع الأحمر والثلاثي المعتاد. الأحمر مرعب والله، فأي شوط يدخل أكلمك عن نفسي خطير. أنا انتظرت لهاللحظة عشان أرجع أذكرهم بس عشان أشوف الخيل وأتأكد إذا كنا بنقول بنرشح مشبهر عشان مشبهر ولا عشان الاسطبل الأحمر، يعني ثقتنا في مشبهر ولا ثقتنا في الاسطبل الأحمر؟ كلها ما يصير على الوضع اللي نشوفه الحين. عبدالله مشرف أنا مسميه مخوفهم. وصح عبدالله مشرف رجع بس كلهم ما يحاكوني الحين. ترانكفيرو هل يفعلها ويواصل التقدم أم يأتي كيلاين من المسار الخارجي؟ إذا على الأسماء اللي لازم تظهر الحين وايد إن الشاص من هذا بطل كاس ولي العهد. لا ما ظن أنا ما قلت ما ظن عبث، صح يبقى هالحصان بطل كاس ولي العهد. زين ثاني شيء حصان يبي له سباقات عشان يحضر. أول سباق جاء سابع، ثاني سباق جاء رابع. بس بعد أنتوا شفتوا وصلنا وين وهو لحين ما حرك عدل؟ والله ما تدري عن الحصان، بس أنا ما أشوفه يعني ركض يعني كويس. هو ينتظر وراه بس إنه له شعبة خاصة لازم يضبط وجهه ولازم يمشي من المكان الفلاني ولازم أنتظره بالضبط ينطلق متى؟ 400 شاء الله. وانتظرته بس ما وصل، وانتظرت مورانو بعد. أنا بس أبي أسأل عن مورانو، تعرف ليش؟ لأنه اختلفت الآراء حوله. في اللي يقول إن مورانو على اللي أداه ما ظهر طبعاً بنفس الظهور اللي ظهره في موسم الرياض، مركز 9 ومركز 15 ومورانو مو مورانو اللي شافوه، أوكي؟ وهذا شيء طبعاً منطقي مثل ما شفنا. لكن في أخبار ثانية تقول إن لا مورانو اليوم بيكون غير. لا هو في حصان. فأنا ما أعرف الصراحة أصدق أي خبر فيهم. مورانو ما أعتقد، لا أنا مع شركاته في الرياض كويسة. هنا ما هي كويسة. هنا مراكيد آخر مركز 15 يعني ما أظن بيسوي. مورانو جت مشاكل بداية الطائف. إن شاء الله يرجع اليوم إن شاء الله. وأول مرة يدعس الفين. إن شاء الله. زين ليش عيل قررت تخليه يدعس الألفين؟ ما في إلا الشوط هذا له. معناته هو جاهز وأنت ما حصلت له ذي الشوط فقررت إنه هو يكون موجود اليوم. وإن شاء الله أموره زينة اليوم. يعني الخبر الثاني هو اللي صح. شوف فهد يتضحك ولا يرضى يقول شيء. قلت لكم خلاص. هو من ناحية خلاص خلاص، وإذا ما ركزتوا من شوي على جين لاين وين كان وين صار ركزوا معاي. وتبون الصج استغربت لما شفت صالح سأل ماجد وقال شوط قوي وفي أسماء قوية وخيل مستسنة وخيل عندها خبرة أكثر من جين لاين، لكن جين لاين احتكاكه بالأبطال إن شاء الله يأهله أنه يكون من الخيل المستقبل في السعودية إن شاء الله. وإحنا لحين نشوف ونقول بتغير شيء في لحظة. تفاجأنا اليوم إن شاء الله بإذن الله. معقولة؟ لا للأربعمائة متر الأخيرة جين لاين بن هاردسبون يتقدم للمركز الأول وبقوة جين لاين يباغتهم مع بداية الخط المستقيم ليتقدم وبمستوى مذهل وبنتيجة مميزة لجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية. ما شاء الله تبارك الله. جين لاين على خط النهاية. اللهم لك الحمد. تستاهل. اللهم لك الحمد. احنا مفاجأة وهذه الفوز هذا الوالدتي والأخواني والجميع محبيني. واللهم لك الحمد. هذا من يعني أكثر شوط فرحت فيه. أكثر من لف أسي. الشوط هذا يعني لي الكثير الحقيقة. ليش؟ الله يبارك فيك. ليش؟ أقول لك بعدين. جين لاين ما خلى فيها بعدين. جين لاين
قال لهم فمان الله وراح. وبس على ما ننتظر ماجد شكلي بروح أدور شالح وبندر وصالح عند الباب. بندر يلا يلا شوف نبي نشرب نبي ننحاش أنا وياك. كويس اليوم ثاني ها؟ شوف لنا حل يا بندر. ما أعرف ما أعرف. قالت ما بيفوز. والله مو استنقاصا في الحصان بس مو قادر يعطينا الانطباع اللي نقول عنه انه قوي. اليوم كان يعني الغلط شوي من كاميلو. لا مني انا. ليش؟ لا قلت لا اطلع بدري؟ قلت لا امشي. والله قلت لا امشي وهو الحين عاتبني. لو صاب ثالث رابع. اللي انتظرت يقول حصاني افضل. حصان مليان ما شاء الله اليوم بس. ما طلع بدري. انا ما فاحنا خلينا ايش نقول؟ الاسبوع الجاي اخذته عندي. الاسبوع الجاي اخر محاوله مع بندر. يعني عندي عذر الحين اخر محاوله. بعد الاسبوع الجاي بينذبح الحصان وبعدين لو يا ثاني اليوم او ثبت على الثالث على الاقل كان انا قلت بنعطيه فرصه بعد. الاخت هدى لا معليش انا الحين يطلع واحد عن طوره لكن ارجع اقول لها حتعملي مقابلات كثير مع بندر وبندر ما يخيب كلامه باذن الله. انزين تبون شالح ولا خلاص؟ ما ادري يمكن في الحصان فيه شوي تنازل مستواه يمكن عنده مشكله ما ادري عند المدرب او شيء. وانا ما عندي شيء اقوله عنه ولا حتى عن متعذره ولا حتى عن بريكفيلد ولا حتى عن مشبهر وخياله الاحمر كلهم جوابهم كان ما صار شيء. خسر ثاني حصان يعني ما خسر برا الميزان. وش اللي صار في الشوط؟ ما صار شيء عادي. شو المشكله يعني؟ وش المشكله؟ لانه اسم قوي ونهايه الشوط ما حصل عمل. قوي ليه؟ كيف قوي؟ كيف قوي يعني؟ ابرز الاسماء في الشوط. لا هو بيركض الحاله يعني. ما صار شيء والله. انا قاعد اسالك الان عن مشبر ابو فيصل ما سوى شيء بس نايف على الاقل تبريره منطقي جدا. عامل الوزن والفارق في شيء كبير يعني انت عارف هالشيء. اعتقد حصان عليه ممكن 57 او وزن اقل وخلينا اغلبها محمله ب 62 كيلو فهالشيء كان ممكن سبب كبير. والله وفقهم مستر. اللهم لك الحمد. الحصان عندنا ثقة فيه ومتابعين تدريباته والحصان مأدي معنا أداء جيد وجاهز للسبق وحضوره جيد اليوم وطلبنا توفيق رب العالمين ووفقنا رب العالمين واللهم لك الحمد والشكر. توفقنا بإركابية جيدة مع البطل عبدالله الفيروز. الحصان اكتشفنا اليوم أنه هو خطير ولا كان في مؤشر سابق يقول انه هو خطير؟ اي في مؤشر جاي ثاني حصان راكب ب 2004 بس مسافه بعيده عنه عليه بس جاي سادس توقع بالكاس 2004 اي توقع بشوط الوحش هذه السادس. اي بالضبط شوط الوحش هذه السادس هي كانت المؤشر. اي اكيد كان صعب قراءتها لان حصان يعلمك انه بمسافه 2000 ولا 6 انه يقدر يؤدي سباق احسن من 2004 لانه ما طلع من الميزان الا يمكن باخر 100 متر بس. ما قلت لي الخطه انت قبل الشوط شكلك ما اعطيته خطه. لا اعطيته خطه وبقولها لك الحين. توقعنا انه الشوط فعلا يكون سرعته متوسطه وذكرتها لك وطلبت من عبد الله ينتظر وسط الخيل ما يحرك الحصان يخلي الحصان على راحته لما يخلي الخيل اللي طالع على رؤوس الخيل يخليها تتقدم وفعلا جت كما توقعنا. وبعد الحصان بال 800 كان الله يستر عليه مرتاح بس يبي نعم عبد الله يكزه. نعم نعم وهذا الخيل اللي قدامه كانت شوي تتراجع قبل الشوط. هذه الثقه اللي شفناها في ركضه الحصان من يوم بدا لين ما انتهى كانت موجوده قبل؟ ما حد رشح. انا تابعت الترشيحات ما حد رشح. ما حد رشح. اي انا قبل قلت لاحمد عبد الواحد المدرب احمد عبد الواحد الحصان ده خطير عليهم بكره قبل الشوط يوم الاربعاء اللي راح تقريبا يوم الثلاثاء قلت لاحمد عبد الواحد هذا حصان حصان كويس وكنا انا واحمد عبد الواحد قلت له اذا انت تبي حصان كويس خذ حصان. والاداء مع خيل اكبر منه حصان ثلاث سنوات يقدم هذا الاداء ما شاء الله تبارك الرحمن حصان بطل. احمد عبد الواحد قال لك يبي حصان كويس. يبي حصان كويس قال لي ابي حصان كويس. قلت في حصان خطير بكره اللي هو قال لي عاد خليه يشترونه قبل. لا الحين ما اتوقع يشترون الاحمر. لا اتوقع راعي صرح الكاس السعوديه اتوقع قال ان شاء الله تشوفونه بكاس السعوديه ما اتوقع انه بيباع اتوقع صح. راح عليكم خلاص. والله يامرون امر الامير فيصل يامر امر على كل شيء. هم يستاهلون ويستاهلون. لكن ما تتمنى ماجد العبد الكريم هو اللي يصور معه بالاشواط القويه؟ والله الحمد لله والشكر صورنا معه صورت معه بالتقديريه لكن حصان عنده اكثر ان شاء الله. المهمه بروحه انا هاي اللي يذبحني ماشي. لا المهمه بروح الا البطل. حلو الحصان وايد خطير
ان شاء الله تشترينه. اكو قلت ما بيبيعونه. لا من الاحمر قاعدين يتصلون وين؟ جيل لاين سمع عبد الله شوي. شو نقول لك عبد الله؟ ماكش ها؟ هذا تو قال لك ها صفقة. انت قلت ما ببيعونه. ما عاد بند راعي. يبيع كل شيء. ما يروح. اللي يبي جيل لاين لا يكلم ماجد، ما راح يبيع ماجد الا بعد ان شاء الله تصفيات كاس السعودية. انا كمحب اتمنى لسعود بن سلمان. اي يحتاجون. لان انا شخصيا احب الرجال. وعدتني؟ الاحمر بعدين خلص عندهم وايد. ما شاء الله الاحمر عندهم الابطال كثيره. ما شاء الله ما يقولين يعني هم ما شاء الله عندهم فوق 60 راس كلها ابطال. بس سعود بن سلمان عدد معينه ان شاء الله نتمنى له الزين. وسعود بن سلمان نقوى وهالحصان نقوى. لا لا ما غيره. يضغطون عليك يمين يسار لا تغير. خلاص اوعدك. مع بداية الخط المستقيم ليتقدم وبمستوى مذهل وبنتيجة مميزة لجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية. ما شاء الله. اليوم اول نسخه بكاس الطايف. تتمنى ان بسام يكسبها ان شاء الله؟ كلنا نتمنى الكاس. وبالواقع اشك اعجابي حصان او مهر مميز. مقام البدر مهر مميز. الشوط اليوم يعني يجمع نخبه من المهاره المميزه، وهذا بدايه المحك الحقيقي للسباقات الكبرى. بس بعد حق يكون محك اقوى تمنينا لو كان جرش موجود. مظبوط كلامك صحيح. لو كان جرش موجود مظبوط كان ممكن اقول خطير على مقام البدر. صحيح. خطير على اعجابي. صحيح. خطير مو خطير، جرش مو موجود اليوم. والله هذا شيء كل واحد استابل وظروفه. وهذا الخيل دمه لحم، ما تقدر تضمن انه خيلك كلها تصير كويسه ولا مي كويسه. يعني جرش رجع الرياض. رجع الرياضي وان شاء راح الله. المستشفى. راح المستشفى وسوى العمليه وسوى كل شيء. يعني ما عندي مشكله، انا ما عندي شيء اخسر عليه. حصان معروف عند الناس كلها، يعني لا تقول لي راح وما راح وخرابيط. انا من الناس ما له فدور معاك ولا بدي اكذب. احنا نحب اللي لا يلف ولا يدور، بس خلونا في اهم شيء اليوم. اليوم ما اقدر اقول لك من بيقدر على حمد اليوم، اليوم لازم اقول لك بتقدر على شالح اليوم ولا لا. اعجابي حصان بطل، ومقام البدر حصان بطل. واليوم يحدد اللي بيكسب على الثاني هو اللي سابق الثاني. انا صوتي يروح مع اعجابي. انا اقول بالمنطق مقام البدر واعجابي بالدرجه الاولى. مقام البدر بلا منازع. يعني إجابة قوي معه، بس لما بنشوفه مع مقام البدر يمكن نقول ان مقام البدر سابق اعجابي بمراحل، ولا انا غلطانه؟ كنت تجتمعوا قبل ومقام البدر ضرب اعجابي. كل ما يهمنا ان الحصان ان شاء الله اعددناه اعداد ممتاز وجهزنا لها الشغل. ايه لكن بعد في المقام الثاني مقام البدر يعني خذ فترته في انه هو يرتاح وانه هو يجهز حق هاي الشغل. اعجابي مدبل. ما هو شرط، ما هو شرط هذا الكلام، هذا ما هو شرط. مقام البدر بعد ترى مرتاح الاسبوع، يعني يكون في علمك. اسبوع العوض ولا الحريمه. هذه مع اسحق. مع اسحق لكن مجبر، احنا مجبرين. جائزه ثمينه صح، وكاس ثمين. نجرب الامر فيها، يمكن نحالفنا الحظ فيها. والله المفروض هو ان يكون في راحه لانه مهار عمر سنتين، ضغط عليها عدد الشوط. يعني اسبوعي راح فيه شوط قوي، شوط المزاد، والان شوط يعني كاس. لو كانوا حطوها مع كاس الملك فيصل بيكون افضل. هل كان في داعي او لزوم للمدرب انه شارك الاسبوع الماضي وشارك الان؟ هل البرنامج اجبرهم على ذلك؟ هذه يتحملها المدرب، يتحملها بالايجاب وبالسلب. يعني لو حصان سوى شيء ما احنا انتقدناه بيقول سوى، لو ما سوى شيء هو يتحملها. لا بس احنا يعني بناء على دراسات المعطيات اللي موجوده بنينا البرنامج على اساس انه يكون في زياده هذه السنه الخيل السنتين،
حصلت في الزيادة ولم تكن موجودة قبل كذا. السنة الماضية تقريبا كان عندنا 8 أشواط فقط. السنة هذه زدنا الأعداد وكذلك أضفنا بطولة السنتين. هذا صحيح، يعني إعجابي لكونه بعدها بأسبوعين أو ثلاثة. هذا الجوائز الكبرى تنسك، لازم منها تجلس الخيل هذه ما تركض إلا في الجوائز الكبرى. الموضوع ترى كان طويل ومو مهم وايد الحين، وإذا على الجوائز فالوعد في موسم الرياض أكيد. اللحظات الأخيرة فتحت البوابات لمنافسة مهور السنتين على كأس الطائف في 1400 متر باللعبون وبالنجا. تفقيد الكريم يرمش تعداهم متان الخير. أعرف شوط أمهار وأعرف بتقولون كل الأسماء لها فرصة، بس قولوا لي غلطانة إذا قلت الشوط منطقيا مفروض بين مقام البدر وإعجابي. ما أنت غلطانة، وهذه خيل أبطال، وأنا خوفي واحد من برا يجي يضربني أنا ويا شاهد. لا أعتقد صعب بتكون بينكم. ما هنا صعب هذا من سير الخيل، ما هنا صعب. أعرف بس لكن يمكن يعني أنا ويا شالح نتقاتل ويجي واحد ويكسب بنا، ويمكن أنا ما أمشي بعد صالح ويكسب شالح. ما أعرف، بس إعجابي حصان بطل بطل بطل، والليث الأبيض بطل. لا هي ما عليها كلام، ما حد يختلف على أنه. بس أنتوا عندكم عبد الله الفيروز اليوم اللي ركب إعجابي الأسبوع اللي طاف. إيه ما خصم أدرب حكم أنه له ارتباط مع اسطبل الشريف، وهذه ميزة للمقام البدر تخليني أقول إنه خياله ثابت عليه، من يعني هذا ثالث مركاض على نفس الجواد. يعني لو كان عبد الله الفيروز بيقول شيء عن نقاط ضعف إعجابي شنو بتكون؟ إعجابي ما يقدر، بطيء شوي. خليه يسولف، أنا أمسك لسانه. يمكن أي رجل عاقل، أي رجل يفهم، يا أخي كل ما حط الإنسان هذا للكلام، سواء كلامه مصيب أو ما هم مصيب، نقدر نمسكه. رابع المراكز وسياتل ديفنز إلى المركز الخامس، إعجابي من خلفهم إلى سادس المراكز، وأشاهد المحاولات هنا. تسوي مع مقابل بدر؟ أكيد هو شعبته قدام ومسافة الأربع، ما أقدر أنتظر، أكيد بقوم قدام. بس من الأسمين اللي مذكورة مع مقام البدر اللي هو إنجازي إعجابي وذلاين بيكون ثاني خلف مقام البدر. أتوقع أنه بصير ذلاين. عاد ذلاين يعني خالد وشالح بيطبخونها مع بعض. ذلاين ملك اسطبل الآخر، فاحنا ما نقدر نتكلم عن خيل الناس، عنا يهمنا. بس صح. يعني تعتقد شالح ثقته أكثر في من؟ هو اللي درب الاثنين ذلاين و لا 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 ذلاين عند خالد، خالد أخوي. هو اللي درب الاثنين ذلاين و هو اللي درب ذلاين و مقام البدر صح؟ ثقته أكثر في من؟ والله ما أدري عنه. ذلاين حصان بطل، مقام البدر حصان بطل. ولا راح احد. ذلاين حصان بطل اوكي، بس مو مقام البدر. كلهم ابطال وكلهم ما في احد بيرحمك. يعني تقييم شالح كان ان اليوم مقام البدر اكيد افضل من ذلاين. ما نسال المدرب عن خيل ما هي خيل، المهم عشان تعرفون شلون ممكن يؤدي. احنا نحترم طبعا راي شالح، لكن احنا لنا رؤيه، احنا توجهنا. انا ما احتاج اني اسال شالح في رؤيتي عن مهري. هو المتمركز إلى المركز الأول ذلاين، أيضا ضمن الأسماء المتصدرة ذلاين يخطف السياج في هذه الأثناء، يخطف الصدارة مقام البدر. ومن اللي يشوفه عبدالله الفيروز قد ما يقدر يبي يكون بعيد عن إعجابي، لأنه مثل ما قال شوي بطيء ويحتاج مسافة أبعد. مهما كان الخيال، خيال إعجابي لويس موريليز بعد خيال ممتاز. يمكن الخيال اللي بيركبه يجيب شيء حاجات ما اكتشفها الفيروز. لحظة الحين تذكرت ليش لويس ومحمد الحبيب موجود، وفوق دي مو براكب هالشوط ترى، وكلنا سمعنا حمد ايش قال ذاك الأسبوع. لكن أتمنى إن الحبيب اللي عليه، لكن الحمد لله الفضل لله البديع ثم محمد الحبيب اللي أسس الحصان. هو
هو تحت تمارينه ويسمع كلامي. كل مرة قلت لي اعتذر قبل الشوط، بس اليوم ما بقبل اعتذر قبل الشوط، ابي اعرف وين محمد الحبيب. ورا الكواليس، معانا ورا الكواليس، بس السبق ما يبي. هو ما يبي؟ ما يبي، لا هو ما يبي. ليش؟ حسب اللي حصل، حسب نفسيته او اللي يكون. ما شنو حصل؟ ما حصل شيء ولا حاجة، بس النفسية عنده شوي، النفسية عنده ما هي مرتاحة. مو نفسي تعبان، أنا كنت تعبان أسبوع اللي طاف، ولا نفسيتي أحسن من كل. أقول قصة شايدة اللي بتخلي محمد الحبيب يتخلى عن إعجابي. لا أنا ما تخليت عن إعجابي. بلى. لا ما تخليت. عين إعجابي تخلى عنك؟ ما كلموني عليها ولا ركبت. هم حلال وهم مقصرين. أنا أدور الراحة نفسي. أدور راحة شيء ولا ما حد يشوف إعجابي ولا يشوف بدوي ولا يشوف بدر الخالدية ويخليهم. لا بالضبط، أنا لو عندي إعجابي ما خليه. لا لا لا، إعجابي له ضربت الخيال فيها أكثر من 70 خيال، ما توقف على محمد الحبيب، محمد الحبيب ما يوقف على إعجابي. بنحاول نصدق محمد. والله مو مجبورة مش بس هذا الكلام اللي أنا عندي. أدري مو مجبورة إنه نصدق وما صدقت، بس بحاول أصدق. هذا الأمر اللي الله كتب، ما الله كاتب إلا شيء، ما الله كاتب إلا شيء. لو كان الله كاتب إلا شيء رايح يأخذ راحته. ومقام البدر الاسمين صعبة في هذا الشوط. نظرتك أنت، نظرتك حق الاثنين، حق إعجابي وحق مقام البدر، بتقول من أفضل؟ ما أقول هذا أفضل ولا لا، لعودة العاطفية والمحبة أقول إعجابي أفضل، لكن ما يرضون الناس. لا يرضون إذا لا ما يرضون. لا لا ما يرضون بعد الفينش، يعرفون الناس وش الأفضل. هالحين لا، بعد الفينش يعرفون الأفضل، هل هو إعجابي، هل هو مقام البدر. كلهم أبطال وكلهم ما في أحد يرحمك. يعني اليوم رتب معي، بنقول مقام البدر، إعجابي، ذا لاين، ولا تبي تغير الترتيب؟ لا لا كلهم زينين، أحطهم الثلاثة سوا. أنا أحطهم، تدرين حطي ال 15 شو 18 راس كلهم سوا. شلون احنا تبالغ؟ يلا التوفيق. الشوط دخل خلي الاسمين الخطيرة لخيل السرعة، إعجابي يطارد من الخلف. لكن أنا أقول لك اليوم خسر إعجابي. كلمة نحتاج نوقف عندها، بس ليش؟ ياتي هنا طائر ايضا يحاول الدخول في هذه الاثناء. مقام البدر يتراجع، دلائل متصدر، دلائل ينطلق، دلائل قادم، ابن العربيات مع طريق حسين، طائر دخول الثالث، طائر باب الموضوع، واعجابي قادم قادم قادم، يخطف المنافسه على خط النهايه ويظفر بالفوز. أنا أقول مفاجأة بقوة، بس ما شاء الله تبارك الله. حصان مبروك، نبارك للمطرة في هذا الفوز. حصان اليوم الحمد لله عكس التوقعات وعكس الآراء، والحمد لله هذا من طيبه. مقاتل. اسمه طايب وهو طايب. مقاتل. الحمد لله الحمد لله. يعني مقاتل أنه يسوي كذي مع مقام البدر، مع إعجابي، مع ذلاين. عنده فوز واحد ما شاء الله تبارك الله، واليوم جاي يعني بمشاركات مقننة بشكل كبير، قدم أداء كبير صراحة، مدرب مجهز على أكمل وجه. هذا كله تكتيك متاع الخطة متاع السباق وتحضير الحصان، هذا كله عنده يعني قيمة كبيرة ياسر. والخيال زاد عندي خيال ممتاز ما شاء الله وتبارك الله عليه. فهد من وين طلع لهم طايب؟ من وين طلع؟ من الستارت رقم 12. من وين؟ لا حق لا على البال ولا على الخاطر. ثقة 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 في النفس. ثقة ثقة. بس ما تشوف حصان معك كسبان 20 طول 10 طوال، هذا ممكن. بالنسبه لي انا اشوف، انا ولد خيل وابوي الله يرحمه، والكاس هذا رايح لابوي الله يرحمه. الله يرحمه اللي كانت امنيته الوحيده، يعني ابني رفع كاس في السعوديه، ولكن مع الحظ هو ما خلط على الكاس هذا، لكن الحمد بس لله. بس اليوم لسعد يرسل الكاس الى ابوه الله يرحمه. اول كاس تكسبه لسعد في السعوديه؟ ايوه اول كاس في السعوديه، أول كأس في السعودية. شعورك غير اليوم لسعد؟ كثير، يعني أنا أشوف يعني يستاهل، يعني بطل في يوم الأبطال ظهر، وهذه خلال سنتين تتغير من سباق إلى سباق. تعرف شنو اللي خدم طايب اليوم؟
وش اللي خلوه؟ ان شالح وخالد خطتهم ما كانت موفقه مع بعض. عادل يقول حصاني طق اول واحد ومشى مرتاح ما ناقشته ابدا. يقول انتظرت ان الفيروز على مقام البدر يمشي لكن لبق فيني ولا مشى. حصاني مو بزين اليوم، اي اليوم من 600 مو بزين، حصاني موقف بالعاده 600 اهديه بس عشان اوصل 400 بعدين افك ويروح. انا خيل كسبان على خيل 12 طول، اليوم مو بزين من 800 دف حصان. علي السبوق يحضر نغاب بيوم يجي في ايام اخرى، واللي كسب يستاهل ان شاء الله. سباقات كثيره ومقام البدر حصان مميز حتى وان غاب اليوم. عاد يعني ما ادري صدق كانت ترى خطه غير موفقه، يعني لا ذي المدير لا ذي المالك فاز ولا ذي المالك فاز. مو منطق بعد حصان شالح الثاني خلي يمسكه شالح عشان حصان عشان مقام البدر عشان يكسب حصان مقام البدر، وهذا زين وهذا زين، كنا جايبات الخيل اوقات كلها احسن احسن الخيل اللي ركضن بالشوط اليوم، وكنا عند شالح. مو منطق اني بمسك ذا لاين عن عشان مقام البدر، كل حصان وشالح. مشيت ذا لاين معاك اثرت عليه؟ قول الصج. حصاني مو بزين، حصاني مو بزين. يعني ذا لاين يمه مو بيمه غيره. على فكره مقام البدر لو تسال اي احد من اهل الخيل يقول لك مقام البدر يكسب اليوم. It was a different level of horses. When he run in the first time out, he won easy. You know, he didn't have the same pressure. The other horses were like, I don't know, I don't want to say they bad horses, they, yeah. But they just on another level. He was on another level, yeah. Against those. Exactly. But فاهم ليش أنا قاعد أقول لك كذي؟ لأن مقام البدر زين، مقام البدر فوق إنه هو جاي مرتاح، فوق إنه هو ما نافس، فوق إنه هو وزن ولا لا؟ ما وزن. جو سعد. ها. طيب. مو بعادي. لا عادي. هذا مجتمع اقل تقدير فرعون امريكا، اقل تقدير كون في الميزان باسكت. لا. كون في الميزان باسكت، ما لا. تكون في الميزان وانت اعجابي والبقيه راكضين ذاك الاسبوع ويؤدون احسن من مقام البدر. حتى لو ما قصر لو كان بينهم اسبوع او اسبوعين ما يقدرون، ما يجرحون. نعم اقول من اليوم رايح وعلى له الرياض ان شاء الله. اي ثينك ان ذا فيوتشر هي بي ريلي 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 جود. وغير هالاسماء ابن لعبون على اللي سواه كلش مو بسهل صجية ثاني، بس شوفوا وين كان وين صار. ما شاء الله ذا هورس اوف برنس طايب برنس فيصل، yeah. ما شاء الله he fly. I mean he was a different kind of horses compared with the first time out from him, but he still run good. هذي من بيقدر عليه في أي شوط ياي. ابن الحراق مع رودريكس خوسيه، طايب في الظهور الثالث، طايب وابن لعبون الأحمر وإعجابي قادم قادم. After the race? In the race. Nice. Going to the championship. أحياناً النهاية تسبق البداية. فتحت البوابات، اندفعت مهارة السنتين، مهارات السنتين متناهية. الأول قادمة بكل قوة أيضاً، همسات من المسار الخارجي. وأحياناً النهاية تغنينا عن أي شيء صار. همساتي كانت بين كل هالأسماء. صوت قوي، أول مرة يشاركوا مع بعض، وما تدري مين فيهم البطل ومين فيهم اللي يكسب ومين فيهم اللي ثاني واللي خامس واللي يطلع برا الميزان. ومن اللي كان حاط في باله همساتي. مبروكين يا متعب، مبروكين، استاهلون استاهلون، ما شاء الله تبارك الله. لا صدمها بالدم. ومن اللي كان حاط في باله ان أميرة المدينة بتكون في المركز الرابع. بالدرجة التفاعل انا ما يهمني الكاس قد ما يهمني اني تثبت نفسها أميرة، بس الكاس خليه ياخذه ما همني، بس ابغى فرسي تثبت مع الخيل هذه مستواها. بس هل اثبتت؟
هذا السؤال. أميرة المدينة كان ينفعها بالشوط إنها دخول، لكن اليوم معك ورقة ثانية برضو دخول، أو في تغيير بالخطة أبو حازم؟ عندك خيل قدام، إذا مسكت راحت اللي قدام، وإذا استعجلت جات اللي ورا. اليوم شوط يعني شوط إثبات وجود. إثبات وجود ما قلنا لا، بس اللي صار معاها ما ظن يعكس مستواها. لا الفرص اليوم ما تخسر يا أول يا ثاني، بس شوي قصر معها محمد النفزي. حيالها اليوم ما ضيعها صراحة، حيالها يحسب كل مين كل شوط يقدر يفتحوا له مجال صح ويدخل منها. وهذا اللي تكلم مرة واثنين، هذا اللي تكلمت معك قبل الشوط قلت ممكن الخيال الثابت يفيدها، لكن اليوم ما فادها شوي محمد. اليوم الغلط مو الفرص، ما قصرت والله، الغلط في الخيال هذا اليوم هو اللي ضيع فرصه، ولا اليوم ما تخسر يعني. المفروض كان يطلع بال 200 متر الاخيره، ما يقدر اصلا، ما قدر يطلع خلاص راحت. المفروض من 400 يطلع مو من 200، لانه هو سكر عليه في ال 200 وجاي يطلع وسكر عليه، وجاي يطلع ثاني مره ورجع سكر عليه، بعدين جاء طلع يفكر يسكروا عليه مرتين. مو مرتين لا، بس لحظة يصير قبل نشوف عادل مع فورس ايش سوى. بس انا وش اللي خلاني اعجل شوي بفرسي؟ لان في فتحة قبل الدغري بين الخيل، هذا اللي خلاني اطمع اني مشيت فرسي خاف انها تسكر علي ويروح علي السمك، هذا ممكن اللي خلاني استعجل شوي. بس عادل كان ذكي، بس بعد لو بقول لك اليوم استعجلت على الفرس شوي يعني نص طول، ممكن لو صبرت ممكن وفرت عليك. كلامك سليم، بس انا ممكن لو صبرت حتى يتسكر عليك الطريق، صرت كل شيء. لان منطقه سبق فرس يعني وبهينها في المسك، بعدين بجيبها مره ثانيه صعب تخاف. صعب يجيك يعني، ضحيت بالممشى، ضحيت بالممشى عشان الطريق اللي متيسر لي، بس ولا اضمن لك. الله ولا اضمن، واللي كسبت فرس مرشحه. بس محمد ضحى بشنو بالضبط؟ أميرة المدينة دربها كان مسكر ثلاث مرات، كانت تبغي تروح بس ما قدرت من شعاع رماح وكريمان، والفرس صج كانت تبغي تطلع وسكرت عليها فورس، وبعد كانت تبغي تطلع وسكرت عليها همساتي. قرر يطلع برا، لما طلع برا قلت خلاص الشوط راح، ما فين تروح، مستحيل ترجع تثني مره الفرس، مستحيل. اكيد شوط السبع يعني ال 400 هذا السبع خلاص منطقه سبع، اذا ما تحركت الحين متى تتحرك؟ ما خلاص فكر عليك ما تقدر. اليوم اللوم على محمد كبير. تعرفون كبير ليش؟ لان الفرس واضح عندها. شوف لو مشت لقيت مسار، ولو نفسي بس الله يجزاه خير، لو انه يعني صمد قلبه ودخل تمام صدقني حيمشي. بس قلب عن قلب يفرق، وترى ما كان مستحيل انها تطوف، بس كان يبغي لها تكتيك وتكنيك، وهالشيء مو الكل يقدر عليه اكيد. اما قلنا لازم نسمع منه، خانوا التدبير اليوم، بس صح خانوا التدبير، ولا فرسنا اليوم ما شاء الله مرشحه ما تخسر. وشعاع رماح ما كانت المفروض تكون مرشحه مع حمزه بدال اصيل؟ ركضت اليوم ركاض كويس، بس التدبير ما اخذ منها شوي، لو على مركاضها يوم جاء الثاني، لو انا يعني نفس الشعبة هذه اللي أنا مشيت فيها أنا أكسب في الشوط هذاك يوم جثة. الأسبوع اللي طاف؟ ولهالسبب بالضبط شفنا أصيل مو معاها مع كريمان. شوي استعجل عليها من الستة، لأن هو انتظر شوي بس من الستة من مشارب فيها، ممكن ما تضربها الفرس، إذا بتضربها تضربها على الخط، إذا بتضرب بس إنها عاد وراكبها وعارف فرسها هذا، ممكن نشفق من مكسب شوي. كان المفروض ان هي ما تمشي على شعبتها، بس انا شفتها اليوم بالضبط مشت ترى يعني نفس الشيء. لا حداها اول ما طلع، بس انا ما ابغى احد يمسكها واجد. هي عاد شيء مو محسوب ترى. أي. يعني الهدوء اللي كانت فيه مو محسوب، لان هي يعني خلاص انطلقت اخذت المقدمه، ما تمت ثاني او ثالث مثل ما انت كنت تبغيها. البدايه ما مشت قدامي، البدايه مهديه شوي، ما مشت الا قريب من 600 طالع. هذا هو الصح. ما في شيء يقوم من ستارت. من ستارت. سنتين بوف 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 لين الفينش ما يوصل. ممكن انك تقوم كويس تحسن مركز تهدي شوي تخلي فرس تاخذ نفسها، من 800 تبدا تجيبها شوي شوي، بس همساتي سوت لكم بوف بالاخير. قادمة بكل قوة ايضا همساتي من المسار الخارجي تباغت الاسماء المتنافسة، همساتي انفور فوقا، همساتي من المسار الخارجي همساتي اليوم إذا بقارنها ببقية الخيل، أوكي بقول إن همساتي التطور فيها واضح من عقب آخر سباق،
لما جات ثاني صح؟ اليوم قدرنا نقيس هاي التطور على الرغم من اللي صادها عند في البداية بالضبط. البقية يمكن في بعضهم أدائهم ثابت ولكن صدق ما قدرت أقيس فيهم التطور كثر ما قصت في همساتي اليوم. همساتي غير همساتي، همساتي تقول تراني بهمس في السبق أنت معي، همساتي يمكن سبقها الثاني لها ظروف وحصل لها ظروف اليوم وطاحت الاسترد ومتجتهم. همساتي لكون الله والله وفقها. I felt really upset when she fell in the first two steps. Yeah. She took a bad stumble. Yes. And she hit me in the head. And when she hit me, my head started like, you know. And I was with the pain in my head and trying to make up my stirrups because my leg was a little bit out. Yeah. So and then at the same time I have some horses, you know, in front of me and I have to, you know, be patient and take it easy, you know. Yes. So I give myself also the opportunity to recover. A time to breathe. And then from the 600 when I ask her, she mashallah, she wants to go. تعرف ليش؟ لان على اللي صادها وتؤدي بهاي الطريقه لا غير ما شاء الله تبارك الله. يعني الاخ حمد الرشيد الله يحفظه، العم حمد الرشيد الله يحفظه، يعني ما شاء الله له بصمات. حمد بتحط الكاس حمد ابو ودي لام محمد يلا تستاهلون. شكرا. كل شيء نبغيه يصير بيصير، حتى المستحيل، حتى لو ما عرفنا شلون ومتى وين. إذا آمنت من أول لحظة ومن أول نظرة، وإذا صدقت بدون ما تقول ليش، في النهاية بيصير. في النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.